فهو قاعد يجيب اسماء ونحبسه من حبسه. قال لهم خلال يومين اذا ما تطلعوني اجيب كرديكم والمعمم وابو عقال والافندي كلكم اجيبكم. هذا هذا اللي قاله نور زهير. طبعا يومين اذا ما تطلعوني اجيبكم كلهم. وحقك ورا اليومين طلعوا. شنو معناته؟ اوف الان يقولهم بس ادخل بس ادخل على المحكمه راح انطي قائمه بالاسماء. هسه احنا خوبهم ايش قد صاروا هسه؟ حوالي 10. نعم الان حوالي 10 اكثر او اكثر من 10 نقيل العدد. البقيه وين؟ البقيه راح يفصح عنهم. صح. وفيهم كبار الشخصيات. نعم الله لا يكبرهم على الفساد ان شاء الله. فهذولي يعني الكبار الشخصيات جاتهم شنو ماخذينها في الحملات؟ لا سؤال يعني اذا هو دخل السجن انا لو افضحهم خو المفروض يعني المفروض من الجهات التحقيقيه. لا هو بالمحاكمه هو يقول لك انا بالمحاكمه انا راح اقول فلان وفلان 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 واجيب كل اسماء تشتردوا معده. هاي المعلومه الى القضاء تعتبر رائعه جدا. زين لانه وين لقاها القضاء؟ وين راح يلقاها؟ ما راح يلقاها. طمطموها وفضوها وانتهى الموضوع. ولكنه سيكشفها ويكشف الكبار بنفس الوقت. فخلوا الزلمه يحكي على ذول الكبار ونشوف يا هم ذول الكبار قاعد يبوقون بامه. يخلونه يحكي على الكبار الا اذا يهددونه بهاي الفتره او يقتلونه. ولهذا تروح قبال بيته بيته مقابل نادي الصيد تلقى لك 11 12 واحد حمايات واسلحه وكذا وجنود ومدري شنو يعني محافظ على نفسه الى حد ما. محافظ على نفسه منهم؟ طبعا. شلون؟ يعني كل واحد يعني كل واحد يتوقع انه راح ينطرح اسمه يريد يقتله اليوم قبل باكر.